شنو سميتك؟ استاذ علوم الحياه والارض متقاعد عضو وديال لايس في تي. و اش نقول لكم؟ جد فخور ان اتعرف على مثل وجوهكم. شكرا لكم جميعا. الرطا مرزوق، طالب باحث وعضو جمعية مبدعون لتنمية القدرات والتشغيل الذاتي من ناضو. حلوة. أناس، رئيس جمعية مبدعون لتنمية القدرات والتشغيل الذاتي، طالب موجز. ما شاء الله. هيثم العلباوي، كاتب عام جمعية مبدعون وطالب موجز. تصير في الدوري أمين جمعية مبدعون لتنمية القدرات والتشغيل الذاتي وطالب موجز في بيولوجي وانفيرونمون. ما شاء الله. لا خليكم ما تصفخوش وما تعلقوش، انا ما كنسمعوش. محمد أزروال، استاذ علوم الحياه والارض وامين المال فرع جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض. الشيخ مصطفى، استاذ اسمي الطيل يبيعات الناظر. ميمون الميموني، استاذ علوم الحياه والارض، عضو في مكتب جمعيات مدرسي العلوم. مصطفى شاملو، استاذ علوم الحياه والارض، عضو في المكتب ديال ايزبيت الناظر. سفيان الزياني، استاذ علوم الحياه والارض، منخرط في جمعيه اي اس بي. وعلال محمد، استاذ الرياضيات، عندي حتى شي لا متابعين. حجي، استاذ علوم الحياه والارض، منخرط في جمعيه علوم الحياه والارض. مشكلي محمد، استاذ ترجمه اي اس بي تي ناضو. كريمه ابو بكري، اصدقاء البحر، طالبه في البيولوجيا. بلاوي حياه، جمعيه لاناب، موظف في وزارة مديرية الجهوية الصحة. مدام رشيدي نادية، أصدقاء البحر وجورناليست. رشيدي فدوى، طالبة في التكوين المهني وعضوة في جمعية أصدقاء البحر. أمينة أوكوتي، ربة بيت. رؤوف خوري، عضو جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض ومؤطر صحفيين الشباب بثانوية عبد الكريم الخطاب. سلامي يوسف، ترجمان، عضو تاع لاناب وجدا. محمد قاسمي، استاذ علوم الحياه الارض وطالب نسيت طالب في ماستر. عيسى عراسي، مصلحه البيئه بمؤسسه التعاون بين جماعات نظر كبرى. استاذ اكرام عراسي، تلميذ ثانوي عثمان بن عفان بن يسار في جمعويه. معالي يعقوبي، استاذ علوم الحياه والارض سابقا، حارس العام حاليا، من مؤسسي جمعيه مدرسي علوم الحياه والارض بالناظور. كريمه الصباني، ربه بيت، زوجة الاستاذ يعقوب ابو جمعه. مريم ليكوبي، كنقرا في القسم السادس، انا بنت الاستاذ ابو جمعه. والوالده عائشه، تلميذه. سوريا العماري، استاذه وطالبه باحثه. حتى انا صافي دوب لك نعرفو. تاني باك شعبة اس في تي في ثانوية عبد الكريم. دوسيني دوسيني صافي. يلا شكون انت سيدي؟ شكون انت سيدي؟ شتي 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 شوف اللي الانسان مني كيدخل في الثقة. شدي الدرقاوي عبد الهادي، استاذ العلوم الحياة والارض يعني متقاعد وعضو في جمعية مدرسي علوم الحياة والارض. بارك الله عليك. بريميتر هو صافي. شرف لي القبر. اسماء بنت جلال، اخصائيه الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي، عضوه جمعيه الناظور للتنميه. سفيان اهتك، ريسبونسابل سيكتور اورانج ماروك، الناظور الحسيمه، عضو في جمعيه الناظور للتنميه. امين مستور، عضو في الغرب، ايتيديون تكنيسيان تاع سيارة. رايا رشيدي، الصحفي الصغير. فتيحة معروفي، أستاذة فيزياء كلية العلوم وعضوة في مكتب جمعية التراث والطبيعة. طبيعة وتراث. ريان. أصدقاء البحر. أنا صافي. صافي؟ عباس القاضي، عضو مدير التوت والتعمير. فدوى زعلوكي، عضو في نفس الجمعية. ما حفظتش. حسن طالبي، رئيس جمعية الطبيعة والتراث ورئيس كونسورسيوم البيئة والتراث الشرق. ما سمعناها انا قدامك. ما سمعتش. غني عن التعريف. يلا فهمت. ايوب الشوش، عضو في فويت واستاذ الاجتماعيات. علاء قيشاح، عضو منتدى التعمير والبيئه والتنميه، معرف مختصر فويت. نور الهدى البوعناني، استاذه بكليه العلوم جده وعضو في لانا. ياسمين الشيباني، اونسينيونت et membre de la NAP.
Rafaa Mkawi, membre dans l'association Nature et Patrimoine. Je travaille à l'Institut français d'Oujda en tant que chargée de coopération linguistique et universitaire. أحرار عبد الرحمن أستاذ مادة علوم الحياة والأرض الثانوية الإعدادية محمد الزرقطاني.